اليوم قال لهم الطلياني انكم قوه ناكلوا ماكله وحده في النهار ياك. قال لهم الحياه العاديه اللي كاينه في الطليان ما كايناش في المغرب. جابك الله الناس اللي وقفوا معاكم مشيتي ما تقولش كاين اللي ما عنده 10 ريال يا كان تيبيع البيض بالريصه. المهم احنا اي واحد ما خصوش يقول تناك برامج اخرين ما يهضرش دول اخرين على المغرب. احنا نقول الحمد لله تناكلوا ما كاينش ما عمرك تقول لي ياكل وجبه وحده في النهار لان خدام كتجي بيع وخدام ممكنش كتفطر. احنا المغاربه عندنا نظام فطور غدا وعشاء وعندنا مازال الكوتي ومازال عندنا تمشي تناكلوا ساندويتش وناكلوا تورتيه وناكلوا هذا الشيء. المهم انا كمغربي انا ما سبيتو مع عائلته انا قلت لي بقى فيا الحال راه شحال مغربي عايش في الغربه وكيتمنى يرجع لبلادو راه عجبوني شي مغاربه لا دوك. قالك حنايا بالعكس فاش نجيو للطالين كنضعفو كنجيو للمغرب تناكلو لان كاين الترده كاينين الكسكسو كاين الطواجن كاين اللي دام كتغلق. باش عاودني دا شنو كاين اللي باع حوايجو ورا فين ما مشيتي باعو الناس حوايجهم ولكن واكلين وشاربين ماشي انسان كان خدام ويقول لك ما كاينش ما تناكل وجبه في النهار شوما ما وقت كل دبر راسو. انا قلت كمغربي جاتني النفس على تمغربيت عليه انا ما سبيتو ما حتى حاجه. انا قلت لكم كوا ما عندوش ما كانش عليه يجمع يعمم راه شفنا الناس اللي بارطاجونا شنو شرحوا بزاف د الحوايج راه شفنا اشنو قال. والانسان خصو ديما يكبر ببلادو ويعطي راي واحد النظره زينه لبلادو ماشي ديك النظره الخايبه. هذا راه الخليع كتشري وكدير البيض جوج بيضات بالخليع كتاكل كتلقى تحزق ليدام تتحزقو هي الخليع كتشري كتولي كتحزق تشاش هكا. ما خصناش نخسروا الصوره تاع بلادنا في برنامج يعني برنامج اوروبي يعني كتعطي ديك النظره للاوروبيين اننا حنايا ما عندنا والو ومن الاوروبيين كلهم شي حماق يجيو عندنا للبلاد. لا خونا في الله حنا الكلمه اللي كيقول هذيك الهضره كيقول لهم ديجا كنتعايروا بها كيطيحوا منا صح. قال لهم الطليانيه انكم قوه ناكلوا ماكله وحده في النهار ياك. قال لهم الحياه العاديه اللي كاينه في الطليان ما كايناش في المغرب. هذيك العاديه ديالهم ما عندناش. الله يمسخو الحياه اللي كاينه في المغرب ما كايناش كاع في الطليان. قال لي ما عندوش 10 دريال. قال لهم 10 دريال ما عندوش. الله يا خويا الله هكا بهاد الهضره هادي. انا ما بغيتش ندوي حيت لا دويت جواد اش غايقولوا لي محسد ما حملتيش. لا اخر واحد يحسد هو البزابي جواد هو هو تواصل معايا في الحجر الصحي ملي كدير الكريمي كان عندي الجروب ودخلت الجروب ديالي وتما فين ولا كيدير لي لايف فين بان ومني جات انستغرام طلعت عنده 10 كا ما بقاش جاوب لي. شوف يكفي انا جاوبتك سالينا انا ربح الله تربحتك انت ربحت كل شيء حق الله العظيم الحمد لله. شوف قول غايب عليك شوف الناس بالناس والناس بالله والناس كتجي ما تخلي صورتها زينه. حنايا كمغاربه عرفناك مقوده عليك كتمقوده علينا ولكن جابك الله الناس اللي وقفوا معاكم مشيتي ما تقولش كاين اللي ما عنده 10 ريال وكاع منا في الطريق ما كاينش عنده 10 ريال. والله جواد مني كيضحكوا معايا الطاليان بالضحك مع المغرب حتى كنبغي نتفرقع ما كنسكتش فيهم كنتعصب كيقولوا ولاو كيقولوا لي الاني باش نتعصب انا. وانا تنقول لك كنتلقى مع شي حتى يهضر على المغرب خايب وتيقول لي راه انا تلقى في التيك توك ديما كنتساب على المغرب هي تيقول لك شي حاجه شي كلمه تجيك النفس واخا ما تكون كاع يهودي الا ومالي يهود العمر هذا تقول ماجوسي مالي يهود العمر هذا الحماق عليهم انا كاع تقول اليهود كيف تاخر انت مغربيات تجي انت تقول لك مغربيه 10 دريال. اجي اخويا شوف مراكش كي دايره شوف كازا كي دايره شوف الرباط شوف تطوان شوف طنجه شوف اكادير شوف العيون شوف الدخل كتقول ما 10 دريال كي دايره. بلادنا زينه والله بلادنا زينه بلادنا وكنعرف انا ناس وكنعرف انا ناس عايشين كابين في الدواور وباقيين في الدواور كاين في الكريانات والله يا خويا الا خدامين والله الا واكلين بخير والله الا عايشين والله الا رجال حشومه لا صوتي حنا دوك ما قلناش هاد الهضره. ياك كان تيبيع هو البيض في القريصه اخويا جواد انا كنت كنبيع الديطاي في المغرب كنبيع الديطاي وعايش على اخويا مول الديطاي كتلقى الطواله مول الديطاي كتلقاه تياكل وتيشرب فاطر ومغدي ومعشي العيان كتلقى تياخذ البيزاره والتقليه والحمر راس مع الصباح وتيتقرى وتيحزق النهار كله وتيبيردي كيطرطر هذاك كيطرطر شرح ليه تراديكسيون قول عليه نقولوا لي نزيدوا نكحلوا والله ما نسكتوا قولي قال لك انت زوين فيك الخالات ولا عمر هذا عندك فلابيو تي ستا فاشين دو كومبليمنتو عندك سي مي ديك اون بيرسونا برافا يزو براو poi ha detto che Nicoletta ha detto Giovanni che Nicoletta io dopo Zabi dopo lo seguo Allah io a lui. Oh ascolta che lui ha fatto una scorreggia nella diretta e beh
نيكوليتا فايكوزي 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 اوخ اوخ بابا الشيفور الشيفور قول الشيفور اللي حزت عليه عدتك يقول لك يقويدك يا فاتلس كوريجا الشيفور حزاق عندي الشيفور عندي حزاق عدتك كمان جاتهم كباب ونشاورما اخويا لا مع اليوم عندي اوف انا كل اللي بغيت كلي ستاجين ديال الدجاج ديال بيبي الدجاج بلدي انا رجال فكرتيني في البيبي شوف وقت ما مشيت لاسفي كنكون جاي في الشماعيه كناخذ بيبي كناخذ داك الدجاج مع تيكون واكل الخرا وداك الشيء ديال هذا تكون بنين كانت عندنا الداوديه البارح جواد كانت عندنا الداوديه البارح الله يعمر هضر يا خويا ديك السيده ناري غزاله غزاله الداوديه جواد يلا حطت الكمانجه بقى ساقله يلا شدت الكمانجه ويقول لها عبد الرحيم خويا الداوديه قالت لي نعم قال لها زوينه تيتيز لا لا عمر هذا شوف الله يعمر هذا ماروكو موتو بيلا ماروكو موتو بيلا ماروكو بوتشو بيلا ماروكو انتري تري بيلا مراكش ستا بارلاندو كون تي نيكوليتا تي ستا ديشيندو كي ماروكو بيلو سي فوي اناري اي بيلو الماروكو تي سي فيني كون مي تي بورتو يو ما سا كي سي بلو ويلو بيلا بيلا ماروكو فيفا احسن منكم ايطاليا Io sono stato a Sharm el Sheikh, molto bello. Sharm el Sheikh dov'è? Dubai? No, è al Tamra Beach, sono stato a tre villaggi. Ma c'è un caso che ti video. Alam il makin ma iddar bil Maghrib, caso che ti dui. Ma caso che ti dui, mo shkil bil Maghrib ma iddar ولا لا. Wa aqul li شحال تيكل من وجبه ما في النهار شحال تيكل من وجبه في النهار وانت كيتصدموا فيا انا كنضل ناكل كل مره غادي ناكل كيقولوا واش انت ما عندكش توقيت قولي قولي تنخرا وكنصلي بحال خضت الخريات واي واي كل مره واكل انا كل ساعه غادي ناكل قوي تتهم قوي ديما كتاكل سخوت قلت لي راه ما عندناش توقيت حنا راه وقت ما طحنا ناكلوا المزابي الحبيب ديالي انا دابا غادي واحد العرس قرب ندخل العرس ياك نخرج مع العرس قال لك سلمي على الوالد البنيات نخرج مع عند العرس نهضر معاك ندور لك ابل في الواتساب نهضر معاك ارجع سير على الله حبس اخويا جواد الله يسلمك يلا تشاو الله يسلم امك حبك ليا مارياج بلو مارياج بلو نيكوليتا سالوتو ديك دوبو سيكو ديك دوبو سيكو ها فاتو لو سكرين دي بولو قال لك راه من البيت غيتبعك قول لي ثانك يو جراسيس باش نشوف لامك حتى ناكلوا في النهار اوكي ثانك يو ها يو ويلكم باي باي Thank you. مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار